أسعار المعادن. لطالما اعتقدنا أن الذهب والفضة هم أغلى معادن العالم، لكن في الواقع هناك العديد من المعادن التي تتجاوز قيمتها أضعاف قيمة الذهب والفضة بكثير. فمثلاً الإيروديوم يحتل المرتبة السابعة ضمن أغلى معادن العالم، يتميز بلونه الفضي ووزنه الثقيل. يستخدم الإيروديوم في صناعة السبائك الذهبية نظراً لقدرته العالية على مقاومة التآكل. الإيروديوم يدخل في صناعة الأدوات الجراحية وبعض أدوات الاتصال. يتم الحصول عليه بشكل رئيسي من جنوب إفريقيا، ويبلغ سعر الجرام الواحد أكثر من 20 دولاراً أمريكي. في المرتبة السادسة يأتي البلاديوم، ينتمي لعائلة البلاتين ويتميز بلونه الفضي. يستخدم في صناعة المجوهرات، له قدرة عالية على مقاومة التآكل، ويساوي الجرام الواحد من البلاديوم 30 دولاراً أمريكي. خامساً الذهب. هو أشهر المعادن في العالم، يتميز بلونه البراق وسهولة تشكيله وقدرته على التحمل. هو أهم معدن يدخل في صناعة المجوهرات، ويدخل في صناعة الإلكترونيات وطب الأسنان. ويقدر الجرام الواحد من الذهب النقي ب 45 دولاراً أمريكي. في المرتبة الرابعة البلاتين، من أغنى معادن العالم. يمكن العثور عليه في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا وزيمبابوي. ولا يدخل البلاتين في صناعة المجوهرات فحسب، بل يدخل أيضاً في صناعة الأقراص الطبية، ويقدر الجرام الواحد من البلاتين بنحو 70 دولاراً أمريكي. أما ثالثاً الراديوم، يتميز بانعكاس ضوئه العالي، لذلك يدخل في صناعة الزجاج والمرايا، كما يتم استخدامه لمعالجة المجوهرات مما يعطيها بريقاً لامعاً، ويقدر الجرام الواحد من الراديوم ب 220 دولاراً. ثانياً أوزميوم 187، هو ثاني أغلى معدن في العالم بسبب مرور عملية استخراجه بصعوبات كثيرة، ويستغرق إنتاجه حوالي 9 أشهر. يستخدم الأوزميوم أساساً في البحوث العلمية كعامل محفز، كما يدخل في إنتاج أجهزة قياس عالية الجودة، وتبلغ تكلفة الجرام الواحد منه 200,000 دولار. أما المعدن الأغلى في العالم فهو كاليفورنيوم CF-252، وتبلغ تكلفة الجرام الواحد منه 6.5 مليون دولار. ويتم إنتاج الكاليفورنيوم في مخابر الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ويتميز بطاقته الكبيرة التي يمكن مقارنتها بالطاقة النووية. ويستخدم الكاليفورنيوم في الطب والفيزياء النووية، وتأتي أهميته في كونه قادراً على الكشف عن الأضرار التي تلحق بالمفاعلات النووية والطائرات، ويستخدم في الكشف عن الحقول النفطية ومناجم الذهب والفضة، ويتم الآن إجراء أبحاث حول استخدامه لعلاج السرطان. فهل توقعت وجود معادن أغلى سعراً من الذهب بهذا القدر؟